ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. كما العادة كل إعادة في أي فضاء خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا الناس لمن غتقولوا سنة سعيدة. إلا بغيتوا تعرفوا لمن أجوا معايا. نقول سنة سعيدة خويا الأخ النوش. علاش أخ النوش بكل تواضع؟ خويا زاد لينا في كل شيء أخويا، بقات هاد السنة السعيدة اللي ما غاديتش فيها أخويا. ما السنة السعيدة اللي ما زادش فيها؟ بقى هي اللي ما زادش فيها، زاد في كل شيء أخويا. شنو وقع؟ وأنت غتزيد ولا غتبقى؟ تا بغا نزيدوا لشي بلاد، ما غيبقى لينا والو في هاد البلاد. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. شتي قريبة دابا تدخل 2023، لمن تقولي سنة سعيدة؟ كنقول لك على الناس اللي كنعرفهم وخصوصا بالعائلة ديالي، سنة سعيدة والله يدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. ما نسيتي حتى واحد؟ لا كل شيء دخلنا عليكم الله. كاملين كل تواضع، كل شيء تقول لي سنة سعيدة. الإنسان اللي غنقول له ربما السنة، ربما هي الوالدة ديالي والعائلة ديالي الكبيرة صراحة اللي لقيتهم واقفين معايا في 2022، ما نقولش في 2022 ولكن الحياة ديالي كاملة. وإنما اللي غنقول لهم صراحة سيرتو الوالدة، هي سيرتو اللي غنركز عليها لحقها صراحة. الوالدة عندي صراحة يعني هي الحب، هي العمر، هي اللي هي تستحق أي حاجة. والوالد حتى هو كذلك، ولكن الأم صراحة عنده واحد الحنان وعنده واحد يعني جميع المناسبات كتكون عندي، يعني لا في الفرح لا في الحزن، يعني دائما كتكون معايا وكنكون قريب ليها صراحة. هي الوحيدة ربما اللي غنقول لها يعني هذه الكلمة هذه. ما تبقى صراحة 2022 عرفت المنافقين بزاف، عرفت الكذابة بزاف، عرفت المنصبة بزاف. سنة سعيدة وأحبك وأتمنى أن أحبك طول حياتي. تحريبا تدخل 2023 لما تقولي سنة سعيدة؟ أنا صراحة نقول على عبد الرزاق الحب ديالي. كتقولي لي سنة سعيدة؟ كنقول لي سنة سعيدة. تقولي لي بصحة وسلامة عبد الرزاق. كتدخل عليه بصحة وسلامة وبطولة العمر ونجمعوا إن شاء الله أنا وياه. يا ربي تجمعوا. وكنقولها لماما وبابا وخوتي. ولكن جبتي عبد الرزاق هو الأول بكل تواضع. عزيز عليا بحال ماما. بحال ماماك. سنة سعيدة اللي تدخل على المعرفة بصحة وسلامة والعافية. نقول سنة سعيدة للوالدة ديالي والأب ديالي والعائلة ديالي والناس اللي عزاز عليا واللي قرابين ليا كاع المغاربة كاملين. كاملين كتقول لهم سنة سعيدة.